الولايات المتحدة هي من قالت إنها ستقود تحالفا دوليا عالميا لمواجهة الإرهاب. طيب الآن الأمم المتحدة تقول إن الإرهاب يتوجه إلى إفريقيا، ماذا ستفعل واشنطن لمواجهة الإرهاب في إفريقيا وتحديدا في غرب إفريقيا؟ مشكلة داعش بالأخص هي أنها تتزايد في العديد من المناطق وتنتشر في أفريقيا، فكانت نشطة في غرب أفريقيا، ونرى أيضا منتشرة ونشطة في وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا وفي المناطق الجنوبية الغربية الأفريقية، وكانت منتشرة هناك لأعوام. وما نراه هناك أيضا أن المنظمات كداعش والقاعدة تقوم بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة، وهي تستغل الفراغ السياسي، وهذا ما يحدث في أفريقيا. وفي الوقت نفسه أعتقد أنه لا يمكن أن ننتقد عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية فالولايات المتحدة في النهاية تحاول أن تضغط على هذه المجموعات قدر الإمكان في أفريقيا وحتى في أفغانستان. هناك دعاية داعشية وإرهابية تروج لفكرة أنهم ينجحوا ويزيدوا من قدراتهم، ولذلك يزداد التبرعات لهم والدعم المالي لهم. طيب ما زلت متمسكا بسؤالي سيد مايكل سميث من واشنطن، برأيك ما الذي ستفعله واشنطن لمجابهة الإرهاب في غرب إفريقيا؟ لا، محاربة الإرهاب في غرب أفريقيا أعتقد أن الأمر سيتطلب قوات أكبر من المتاحة، وأعتقد الآن الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم بهذا الأمر، وإدارة بايدن لا تريد أن توسع قواتها في أفريقيا. فأنت ترى هذا في السياسات الأمريكية مثل سياسة الانسحاب من أفغانستان وأيضا تقليل القوات في أوروبا. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تشتبك مع الإرهاب الآن، وهناك العديد من البلدان الأخرى والتي لديها موارد وإمكانية لمحاربة الإرهاب واهتمام مثل فرنسا مثلا، ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في النهاية يجب أن تلعب دور هام وقائد في محاربة الإرهاب حتى على الأقل من خلال الاستخبارات الخاصة بمكافحة الإرهاب. لذلك الولايات المتحدة عليها أن تلعب دور هام في هذا الصدد، وحتى تقوم بهزيمة داعش بشكل كامل، أو على الأقل حتى الضغط على القاعدة ومنع انتشارها.